الفنان التشكيلي أحمد مصطفى بيومي من مواليد الجيزة عام 1966، تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عام 1988. هو من الفنانين الذين تأخذك هذه البساطة الخاصة بهم، فلا علو ولا غلو، قسمات وجهه تشع بالبساطة والتلقائية، وبراءة الأطفال تظهر على وجهه ضاحكة غير وجلة ولا خادعة. في عينيه يكمن ذكاء الفتى في شقاوته وبعد خربشات الصبا. بداية علاقتي بالفن التشكيلي أو بالرسم، طبعا كلمة مصطلح الفن التشكيلي ما كانتش يعني وردة أو درجة في سن الطفولة، لكن الرسم عموما يعني بدأت منذ وعي بالدنيا يعني، وأول ما وقع تحت إيدي قلم أيا كان نوعه وأي خامة ورق مساحة فاضية بيضة، كنت الحقيقة ببتدي أحب أرسم أي حاجة قدامي، من مجلة، من صورة، أي حاجة من الذاكرة. كنت الحقيقة طفل يعني، فبتستهويني أن أنا أرسم أي حاجة، وابتديت أحس بحب للرسم من كتر رسمي حتى قبل ما أخش المدرسة. ولقيت تشجيع جامد جدا من الأهل والأقارب، يمكن والدي ووالدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها الصحة وطول العمر، شجعوني، وإخواتي كانوا بيشجعوني دايما بمجرد ما لقوا الموهبة دي فيا، فابتدوا يساعدوني بالخامات يعني على قد موهبتي. افتتح الفنان أحمد بيومي هذا المعرض الخاص به أرض الأحباب، الذي يضم 50 لوحة متنوعة بالمركز الثقافي الروسي بحضور السفير الروسي، ذلك بالإضافة إلى عدد من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي. عندنا هنا في المركز الثقافي الروسي كان يوم جميل جدا، تم افتتاح معرض تشكيلي لفنان مصري كبير أحمد بيومي بحضور سفير روسيا الاتحادية وفنانين مصريين وكتير من الفنانين المصريين وممثلي مؤسسات الحكومية وغير حكومية. وبالفعل يعني اللوحات التشكيلية بتاعه جميلة جدا، وإحنا بنعتبره من أقوى فنانين مصريين، وبنعتبره كمان كجسر لتواصل بين ثقافتين روسي ومصري. ومش أول مرة بنعمل معرض هنا في المركز الثقافي الروسي بتاع الفنان أحمد بيومي، وإحنا بنرحب، وعايز أخذ فرصة أقول إنه إحنا بنرحب كل أصدقائنا المصريين، وأبوابنا مفتوحة ليس فقط للفنانين الروس، وإحنا دائما يعني تقريبا مرة في الشهر على الأقل بنعمل هنا في معارض تشكيلية لفنانين مصريين. بالنسبة للنشاط الثقافي هنا في المركز الثقافي الروسي، إحنا طبعا نشاطنا ثقافية كتير، وبننظم هنا ليس فقط معارض بس، بندعو ضيوف من روسيا كمان، فنانين وفرق فنون شعبية، وبنعمل حفلات ومعارض وندوات، بنشجع حملة ترجمة للكتب للعربي، من عربي للروسي ومن روسي للعربي، وكمان بنحاول نخرج من جوه المركز الثقافي، نخرج برا. ولسه قبل أسبوع إحنا نظمنا بتعاون مع جامعة القاهرة، نظمنا يوم ثقافة روسية في جامعة القاهرة، حيث تم افتتاح في شهر سبتمبر 2015 قسم للغة الروسية، وده أول مرة في تاريخ الجامعة، لأنه في قسم اللغة الروسية في جامعة عين شمس، في قسم اللغة الروسية في جامعة أسوان برضو تم افتتاحها قبل سنتين.
الفنان أحمد ديومي ينتمي إلى المدرسة الواقعية والتأثيرية في أغلب أعماله، ويقوم باستخدام المزيج من المدرستين في أغلب أعماله، أيضاً باستخدام ألوان الزيت على التوال. وقد شارك بالعديد من المعارض الجماعية محلياً وعربياً. بيتكلم عن أرض الأحباب، أرض الأحباب اللي هي مصر، مصر اللي احنا كلنا بنحبها واللي احنا كلنا عايشين فيها، بنتمتع بخيرها وعايشين في ترابها وبنشم هواها وبنشرب ما يتنيلها. مصر اللي أي زائر بيجي من أي مكان في العالم يزور مصر لابد يرجع لها تاني عشان ما يتنيلها. المعرض النهاردة بشوف فيه لوحات من أجمل لوحات اللي عبرت عن نيل مصر وفخامة نيل مصر وجمال نيل مصر وثروة السمكية الجميلة والصياد الجميل المصري بزيه المصري الجميل وهو راكب المركب بتاعته مركب الصيد وهو بيصطاد ومع أسرته الجميلة. دي هي جزء من مصر. فنحن بيومي عبر عن كل نواحي مصر، داخل الريف، داخل المدينة، داخل الأماكن الشعبية، حتى دخل المناطق الصحراويه، يعني ادانا كل شيء في مصر. وده اللي احنا في الحقيقه عايزينه الايام دي عشان السياحه. احنا دلوقتي في فتره لازم كلنا نشجع السياحه وكلنا نعمل لصالح السياحه. هو عبر عن مصر باحساس فنان مصري، باحساس انسان من ارض مصر. كما أقام العديد من المعارض الفردية وحصد العديد من شهادات التقدير والدروع لمشاركاته كفنان وكعضو لجنة التحكيم وضيف شرف. والأعمال الخاصة الفنية به أيضا تمثلت بجانب الفن التشكيلي في تصميم وتنفيذ الديكورات الخارجية والداخلية والمعارض والرسوم المتحركة والكوميكس وكتب الأطفال، وصدر له أكثر من 40 كتاب للأطفال. وكمصمم ومنفذ الحملات الإعلانية ورسم إعلانات التلفزيون وكرسام كاريكاتير وتصميم وتنفيذ الأعمال القصيرة والخدع السينمائية. الحقيقة إحساسي بالموهبة وسعي ليها أن أنا أرسم باستمرار ومحاولتي لتطويرها على قد الإمكانيات اللي كانت متاحة في وقتها. والحقيقة لما وصلت للمرحلة الثانوية ابتديت أعرف أن في كليات زي فنون جميلة وتربية فنية وتربية نوعية وتطبيقية، فخدت قرار بيني وبين نفسي أن أنا برغم أن أنا كنت بحب حابب أن أنا ألتحق بالكلية الهندسة الميول الهندسية، قلت يعني بيني وبين نفسي انا عايز اصقل الموهبه بتاعتي الفنيه، لان الحقيقه الناحيه الفنيه عندي طاقت اكتر عن كل حاجه. فقررت ان انا احاول التحاق بكليه الفنون الجميله. نجح الفنان في اضافه البعد الحسي والنفسي لحالة كل عمل لعمل الربط التفاعلي مع العمل والمتلقي، وذلك من خلال لغة العيون والتعبيرات والحركة. إن وجوه بيومي الإنسانية من النساء تحمل أضواءها تحت ثنايا الهم والوجع والفرح المفعم بضربات فرشاته وإضاءات المتمكن المتمرس الراقي. الفنان أحمد بيومي برضو رجع للتراث المصري في الفن الأصيل. رجعنا لعبد الوهاب، لسيد الغناء العرب أم كلثوم، رجعنا للفن التمثيل برضو عبر عن الفنانة غادة نافع في إحدى لوحاته. دخلنا برضو في مصر القديمة، رسم لي شخص اللي هو في العصر المملوكي المصري، يعني ابتدى يمسك لي الفن المصري من ناحية التاريخ كمان، يعني أخذ لي الفن المصري الحديث، الفن المصري الشعبي، الفن المصري التاريخي. ونلاحظ أيضا تعدد مفردات بيومي التشكيلية الأصيلة النبع والتي ينهل منها بزخم راق إنساني.
المدرسه الانطباعيه الحقيقه بالنسبه لي كانت وهي بالنسبه لي مدرسه مهمه جدا جدا، لانها وبالنسبه لاي فنان تشكيلي في مرحله بناء شخصيته الفنيه، لانها خرج منها طبعا اجهزه علميه كتير وبرامج حاسوب وكاميرات وفي حاجات كتير قوي بتعتمد على دراسه اللون والضوء والعلاقه بين الالوان البارده والالوان السخنه، وايه اللي بيحصل من الضوء البارد للضوء السخن، وايه اللي بيحصل من الضوء السخن للون البارد. من هنا ابتديت ادرس بشكل شخصي مع نفسي في تجاربي الفنيه والتشكيليه ان انا احاول اطور من اعمالي، وده طبعا كان يلزم ان انا ارجع للمدرسه الام والطبيعه، مراقبة الطبيعة ومراقبة الألوان والخامات المختلفة في توقيتات الضوء وتوقيتات اليوم، مراحل اليوم المختلفة دي الحقيقة فادتني كتير جدا. يمكن المركز هنا أول معرض شخصي كنت عملته اتسألت سؤال، أنت اتعلمت فين؟ فقلت لهم أنا اتعلمت في مصر، فقالوا لي لا أنت بتهرج، يعني مش ممكن تكون اتعلمت في مصر. قلت لهم صدقوني أنا اتعلمت في مصر ومن الطبيعة الأم، الطبيعة المصرية. دراسة الألوان الحقيقة يمكن بتاخد عمر من الفنان التشكيل عشان يوصل لنتيجة مرضية لي أو مرضية للجمهور المتلقي أو جمهور الفنانين عموما في كل حتة في العالم، لأن دي بتعوز وقت كبير من أي فنان هو يوصل هو مرحلة نضج فني لقراءة اللون في الطبيعة والتعامل معه وكيفية تكوينه على الباليتا قبل أن هو الواحد ما يحطه على الشاسيه، والتقنيات الخاصة اللي بتتولد مع الوقت من الفنان بمهاراته الشخصية من خلال تجاربه العديدة لمزج الألوان أو عملية الإخراج الفني النهائي في العمل الفني. فنان رائع وإنسان خلوق يتميز بطيبة رائعة تظهر أيضا منعكسة على لوحاته التي تنبئ عن فنان أرستقراطي رائع بلمساته وألوانه ورقة التعامل مع اللون واللمسات اللونية والتكوينات الفنية البنائية الراقية. بعيدا عن المتعارف عليه في فن البورتري أو المنظر الطبيعي، الفنان أحمد بيومي فنان أكاديمي دارس خريج كلية فنون جميلة، ومش دارس بس، لا دارس ومطلع. اهم حاجه عندي في الانسان الدارس لابد ان هو يكون مطلع. ليه؟ على اساس بيوقفني على كل النظم الفنيه التشكيليه العالميه. هو اسلوبه اكاديمي كلاسيك، فماشي على نفس المدرسه بتاعته، بس دخلني في الناحيه العالميه اللي هي بتتميز باللون، تتميز بالناحيه التاثيريه، واداني اللون الحديث مع الاسلوب الاكاديمي اللي هو عامله، فاداني لوحه جديده في الحقيقه. بقف قدام اللوحه بشوف فيها كتير، بشوف فيها تعبيرات كويسه، بشوف فيها تكوين كويس، بشوف فيها مساحات، بشوف فيها لون. يعني اهم حاجه ان لما اقف قدام اللوحه اعيش فيها واحسها واكون مبسوط منها، وبتطلعني من الحاله العاديه بتاعتي، بتدخلني في حاله تكون حاله انا عايز اعيشها عشان انسى كل مشاكلي وانسى كل همومي، وده فعلا نجح فيه الفنان احمد بيومي. فنان يزاوج بريشته الطبيعية، فهو مهموم بالإنسان في الريف والقرية والصيادين وأهل النوبة والصعيد، ويعيد صياغة هذه الطبيعة بضربات فرشاته. الحقيقة كمسؤول نشاط ثقافي بمركز ثقافي الروسي على مدار سنوات طويلة، أنا بقى سعيد جدا على المستوى الشخصي لما معرض لفنان مصري بيحقق نجاح كبير جدا وسط الجالية الروسية. معرض الصديق العزيز الفنان أحمد بيومي حقق معادلة نادرة الحقيقة، إنه أولا نجاح كبير جدا وسط الجالية الروسية، حصل حضور جيد جدا من الروس في حفل الافتتاح. فتح المعرض زي ما حضراتكم عارفين سعادة السفير سيرجي كريبيتشينكو،
وده الحقيقة اول مرة سعادته بيفتتح معرض تشكيلي في مركز الثقافي الروسي، وبالتالي اعطى قيمة كبيرة جدا لحفل الافتتاح واهتمام كبير جدا من السفارة الروسية بمعرض احمد بيوم. يخرج لنا كصياد البحيرات والشواطئ باحثا ومفتشا عن اللؤلؤ والمرجان، عن الجمال، صيده وفريسته الجمال، كائنا أينما كان، في الأزقة، في الحواري، حتى متهدم الجدران، وفي من التهب شعره بياضا بحكم السنون والأيام. أول ما بدأت أرسم في أماكن، كنت برسم إعلانات التلفزيون قبل ما تصار، بيبقى في حاجة زي ستوري بورد، سيناريو بيتكتب أو سكريبت، وأنا ببتدي أعمل له سكتش بالقلم الرصاص أو الألوان، ويتعرض على كجايد للمخرج إن هو يصور، أو المصور إن هو يصور الإعلان. ودي حقيقة فضلت معايا فترة كبيرة. كمان برضو بحب ارسم كاريكاتير، وانا الحقيقه اشتغلت مع الفنان الراحل مصطفى حسين، ومن ان لاخر الحقيقه بحب اعمل كاريكاتير سواء باسلوب الفري هاند او الديجيتال. بالاضافه كمان ان انا يعني هو الحقيقه الفنان التشكيلي يعني ما تقدرش تجزئه، هو بيحب كل حاجه ليها علاقه بالفن والرسم. فانا يعني رسمت في كتب الاطفال شويه، عندي حوالي اكثر من 40 كتاب باسمي في رسوم كتب الأطفال، عملت يمكن عدد كبير جدا من الرسوم اللي هي الكاريكاتير، رسمت حاجات كتير خاصة بالإعلانات التلفزيون، برضو رسمت في بعض المجلات والصحف سواء رسومات تحديدية لموضوع خاصة بموضوع معين. وبرضو يعني اللي استهواني كتير جدا وبرضو خد مني وقت في دراسة الرسوم المتحركة، أنا حبيت الرسوم المتحركة والخدع السينمائية، وده خد مني وقت شوية بالذات بعد ما اتخرجت، حبيت أخد رحلة شوية أن أنا أتعلم رسوم متحركة مع نفسي، ويمكن خدت جولة في كذا شركة لحد ما ابتديت أعمل أول فيلم شخصي كامل من الألف للياء من رسوم وتركيب ومؤثرات وتركيب صوت وخلافه. ذلك هو الواثق، ذلك هو الصياد والفنان ذا البساطة، فلا علو ولا غلو، من منا لا يعشق صياد الجمال. السنة اللي فاتت زي دلوقتي المستعمل سويس الجديدة، وفي أسبوع واحد بس جمعوا 67 مليار جنيه في مفاجأة أدهشت العالم كله.